معكم مشاهدينا لايك جوي خوري لايك، وهلا رح نشوف شو فيك تزيدي على البيج عندك. رح نشوف بقية البروفايل بالبروفايل فيديو. هيا بنا. جوي خوري اخذت من بيا لعناد، ايه يعني ايه ولا يعني لا، ومن امها الاحلام الكبيره كبيره كتير لدرجه تعلى عن الارض. Regarding men، بيلفت الرجل يلي بيعرف يضحك ويضحكها، والا باي باي او revoir et merci. تكره حدا يقول عنك الزيبة، وبتحب يقولوا عنا إنك كتير متواضع. جوي بيستفز الحكم المسبق تجاه المرأة، وهي مش ممكن كمان regarding men كمان تلحق أي شاب. No impossible. ما بتنزعج إلا إذا وصفوها بالجريئة بلا ما يحددوا شو معنى الجرأة. كانت شاطرة بالمدرسة وبالنوم وبالأحلام وباللغات والمسرح والغناء والرقص، وكل شيء كانت شاطرة فيه إلا السيانس والمات كانوا زيغو. خلصت أول علاقة بعمر 24 سنة لأنها كتير بتخاف من الارتباط. في شؤون البطون، she is crazy about pasta and no way دهنة أو فوارغ. بل تعطي صفة لحالها وبتنزعج من الأسئلة الشخصية. هي مش مع حدا بالسياسة، هي بس لبنانية فقط لا غير، وبتقول أنا مش عايشة على الأرض. إنه واضح، بس جوي على أي غيمة أنت عايشة شريف؟ حبيتي كثير مهضوم. كنت تزيدي عندك على البروفايل حتى الفيديو. بس شو قصة انه انا ما بحب الاسئله الشخصيه؟ مثل شو يعني الاسئله الشخصيه؟ كان عم بيسالوني شو بتحبي، شو اكثر شيء بتكرهي حدا يسالك؟ قلت لهم اكثر شيء بخوفني انه حدا يسالني عن حياتي الشخصيه او اسئله شخصيه. ليش تركتيه للزلمه الاخير؟ ومين حتتجوزي واي ساعه وكيف وين؟ ليش حتسكتي؟ قلت له مش شخصيه هون. بس مزبوط انه ما بتحب الارتباط؟ لا، انا سالتني اول علاقه تركتيها حب، ليش تركتي بوقتها؟ قلت لها انه كنت خاف من الارتباط، كنت صغيره بوقتها وكان عندي هذا هاجس يعني بخوفني. هلا بطلتي؟ هلا انا ولا دورك. هلا بطلتي؟ هلا بعدني بخاف من الارتباط، بس انه صرت اذا بدك مع العمر بتصيري تتعودي على الفكره اكثر. مع العمر ايه، اللي بيسمعك بقول اف. هلا قد ايه زادوا عن 24؟ بدك تقولي ولا لا؟ زادوا 3 سنين يعني 27. العمر كله. بالاباوت يو في مايل خطيب سالتك مين بنفسك ومين بتخافي تمثلي قدامه؟ مين بتخافي تمثلي قدامه؟ برهبه يعني، بهيبه، مش مقصود انه بتخافي يعني. بخاف في هيبة، بستهيبة حضوره. ما بعرف هل بعدين مين بخاف، بس فيني اقول لك خفت مثلا وقت مثلت اول مره مع باسل خياط مثلا. عرفتي؟ حسيت برهبه، خفت، كانت اول مره مثلا يعني. فيني اقول لك عن اكسبيرينس. بعدين مين بيجيني يخاف؟ ما بعرف. معنا هلا التليفون، اخترتي بيتر سمعان. هاي بيتر. هلو، كيفك؟ هاي بيتر. ريتويت لشو؟ شو ما سمعت. ريتويت لشو من حكيته؟ بعمل ريتويت اول شيء انه اذا حدا حاول يتحركش فيها بتعمل حالها هبله. أيوه. واذا حدا قرب يطحش بتحط له الليمين. هيدي ذس از نايس. طيب انت بتعمل نفس الشيء اذا وحده طحشت عليه؟ هلا انا وقت اجي معك بالحلقه بتسالي. انت قلبك كبير، بحس تستوعب الكلمة. طيب نوت فيفورت دعشو؟ بعمل ديسلايك لانه ما بتتجوز من غير طوايف. بتصور لاني انا بعرفها لجوي وبعرف عقليتها، بتصور هيدي الشغله لازم تمحيها من عقلتي. الو، ميرسي بيتر. اوكي، جود لك. قريبا حتكون معنا. شو اخترتين لصوره لتنزل على الانستغرام عندنا على اكونت؟ اخترتين لك صوره بتضحك. خلينا نشوف صوره بتضحك. لبسه شروال. انت؟ هيدا انت؟ هيدا انا. وشو حابه تكتبي على ظهر الصوره لانه مبينه عم بتطيري؟ حابه اكتب جينوفا اتس ذا اونلي بليس وير يو كان توينكل اند فلاي. ياي، اول ان انجلش، حتى ستاتس هلا جاي ان انجلش. حتى ستاتس. بس حلوه الصوره، كثير معبره. بدي كنت بس اسالك سؤال، الجرأه اصعب بالادوار الساخنه ولا جرأه اصعب بالفوارغ والدهنه؟
بالفوارغ والدهنة. طيب خلينا نشوف الستاتس اللي حضرتي لنا اياه اليوم شو هو. اه فيني اقري لك اياه؟ يلا قري لي اياه. حفظته اول دور بس يلا بقري لك اياه. بس بترجعي تعملي له بوستنج اني واي هو محطوط على البيج. ايه ما بعرف. بس لانه عملتي انت النشره في اللغه الانجليزيه تفضلي. بيقول don't bend, don't water it down, don't try to make it logical, don't edit your own soul according to the fashion, rather follow your most intense obsessions mercilessly. Rather follow your most intense obsessions يعني الحق الاشياء اللي اذا بدك يعني هواجسك او احلامك اللي للاكستريم اذا بدك بطريقه كثير كبيره. جوي جست بكره نحن بلشنا بالستاتس قبل ضيعتيني. نكست جست بكره شرب الخليل. شو بتقولي لشرب الخليل؟ I like about شربل, I don't like about شربل. مع الاشارات بليز. I like جرأتك لأنه برافو عليك. لا قولي لي I like about شرب الخليل. I like about شرب الخليل جرأته لأنه برافو عليك جريء أنت كثير. And I dislike about you أنه إيام بتنكويز بمطارح مش بوقتها. أوكي. يعني إيام بتزيدها شوي بمطارح. بكره رح نشوف شرب شو رح يعلق على هذا الموضوع. نحن حلقة الليلة انتهت. حابب بس خبر المشاهدين أنه نهار عيد العمال حيكون نهار سبيشل بلايك هالحكي لايك. رح يكون عنا ثلاث ضيوف من الأشخاص اللي مش تحت الضوء واللي بتختارون أنتوا وبتصوتوا على أساميهم. بمعنى بتفوتوا على البيج بتشوفوا الانونس الخاص بعيد العمال بتحطوا اسم شركتكم واسم الشخص اللي بتقترحوه او حتى اسم شركته اذا هو بيشتغل فيها. وقد ما بيجي لايكس حد هيدا الاسم بيكون هو هيدا الشخص اللي عم بيربح معنا. على كل حال هيدا الشيء رح يبلش ابتداء من بكره الساعه 10:30 رح يكون هذا الشيء موجود على البيج. بس حبيت خليكم تفكروا من اليوم لبكره مين معقول يكون يعني برايكم يستحق التكريم. ثلاث ضيوف حيكون عندنا بهيدا النهار. وقتنا خلص. بكره لايك شرب الخليل لايك.